السلام عليكم، معكم علي، أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة بتابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعم القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله. نتكلم في هذا الفيديو عن أحد أقسام الكلام، هو adjective، إذن الصفة. كما نعلم في عندنا noun اسم، verb فعل، وهكذا. من ضمن أقسام الكلام عندنا adjective، إذن الصفة. نستخدم الصفة لتعطينا مزيد من المعلومات عن الاسم. مثلا في هذه الجملة he has a car، لديه سيارة. لاحظ هي subject، has verb الفعل، car هو الاسم. إذا نريد مزيد من المعلومات عن هذه السيارة يجب أن نضع صفة. وضعنا، لاحظ، red، he has a car، قبل car وضعنا red، red صفة، إذا لديه سيارة حمراء. إذا أعطتنا الصفة مزيد من المعلومات عن هذه السيارة. وضعنا الصفة، لاحظ، قبل الموصوف وهي السيارة. مثل بالعربي عندنا صفة وموصوف. الصفة red نسميها adjective، car هو الاسم يعني الموصوف، أو يسمونه نعت ومنعوت. إذا باللغة العربية يسمونه صفة موصوف نعت منعوت. أيضا باللغة الإنجليزية عندهم صفة وموصوف ونعت ومنعوت نفس الاسم، يسمونه الصفة هي adjective. ننتبه، الصفة باللغة الإنجليزية لا تجمع، دائما مفرد. a white cloud، cloud غيمة اسم، white adjective إذن صفة، إذن صفة وموصوف. إذا كتبنا a cloud إذن غيمة، نريد مزيد من المعلومات نكتب صفة. a white cloud غيمة بيضاء، أريد أن أحولها إلى جمع، طبعا أجمع الاسم فقط، cloud غيمة، clouds غيوم. لاحظ وضعنا a للمفرد يقصد بها one، ونكرة طبعا اللي يحب يرجع درس الأدوات المعرفة والنكرة. طبعا عندنا أداة معرفة واحدة هي ذا أدوات التنكير a و an، في عندنا فيديو عن هذا الموضوع. إذا حذفنا a بحالة الجمع نستخدم some white clouds. ننتبه لا نكتب whites، نضع s للصفة، هذا غلط أو خطأ. الصفة باللغة الإنجليزية لا تجمع أبدا. مثل عندنا a red car، سيارة حمراء، نريد أن نقول سيارات حمراوات نكتب red cars وليس red cars. لماذا؟ الصفة لا تجمع. ننتبه لهذه الجملتين. Mary has 3 pounds، لدى ماري 3 باوندات. طبعا نعرف coin قطعة نقدية للمعدن. في عندنا نوت عملة ورقية على حسب كل بلد شو عملته، عندنا نوت عمل ورقية إذن نقدية. نريد أن نقول لديها أو لدى ماري 3 أو لدى ماري قطعتين ورقيتين ب3 باوندات. طبعا ممكن يكون عندنا 5 أو 10 أو على حسب عملة كل بلد كما قلنا 3 pound notes. لاحظ لا نضع S، لماذا؟ لأن 3 pound هي صفة لنوت، هي صفة للعملة الورقية. مثل 2 red cars، مثال توضيح، نوت العملة الورقية هي مقابل cars، 3 pound أصبحت محل صفة، الصفة لا تجمع. لاحظين؟ لا نقول red 2 نفسها. إذن ننتبه هذا المثال 3 pound notes، لا نضع S لباوند. مكان الصفة في الجملة ممكن نستخدم صفة صفتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهكذا، مكان كما قلنا قبل الاسم. لاحظ كيف ترتيب الصفات. مثلا عندنا الجملة هذه A beautiful new red car، مكان الصفة يعتمد على رأي المتكلم. إذا الرأي المتكلم دائما الشيء أو الصفة التي لا تعبر عن رأي المتكلم تكون أقرب للاسم. لاحظ كلمة beautiful، beautiful إذن جميل، تعبر عن opinion إذا الرأي، رأي المتكلم. new أيضا يعتبر جديدة، ممكن عمرها سنة سنتين ثلاثة وهكذا، إذن جديدة بنظر المتكلم إذا الرأي، تكون أيضا بعد beautiful. red لا تعبر عن رأي المتكلم لأنه هي من المصنع خلاص لونها أحمر. إذن دائما الصفة اللي تكون لا تعبر عن رأي المتكلم تكون قريبة للاسم. هي أصلها a car، سيارة. إذا كتبنا
red car أو a new red car, a beautiful red car وهكذا من الأمثلة. إذا لاحظ دائما كما قلنا الصفة اللي تعبر عن رأي المتكلم نضعها بالأول وهكذا. الصفة التي لا تعبر عن رأي المتكلم تكون قريبة من الاسم. ننتبه لهذه الملاحظة. 3-year-old car سيارة هذه صفة عمرها 3 سنوات. لا نكتب 3 years نضع s. لماذا؟ لأنه صفة والصفة لا تجمع. 10-year-old car يعني سيارة عمرها 10 سنوات. لا نقول 10-year-old car إذا لا نضع s. الصفة كما قلنا لا تجمع. لاحظ director general secretary general إذا تأتي بعدها. لا نقول general director secretary or general secretary إذا خطأ. إذا تأتي بعدها معناته مدير عام أو مخرج عام secretary general secretary عام. بعد هذه الكلمات everything somebody something anybody anything هالكلمات هذه الصفة لا تأتي قبلها بعدها. لا نقول amazing everything إذا لازم بعدها everything amazing somebody smart. لا نقول smart somebody إذا دائما بعد هذه الكلمات اللي بيها every some any تأتي بعدها. anybody tall يعني أي شخص طويل. لا نقول tall anybody. ممكن نتبع بترتيب الصفات لنصف اسم. لاحظ noun هذا الاسم آخر شيء بيكون اللي نصفه. فعندنا girl فتاة car سيارة dog كل أكتر ممثل. نريد أن نصفهم لازم نتبع هالتركيب هذا بيساعدنا على وضع الصفات بترتيب صحيح. كما قلنا لا تعتمد ترتيب الصفات أو ما يتقيد بترتيب معين لكن يعتمد على رأي المتكلم. دائما الرأي المتكلم يكون بالأول. اللي الصفة التي لا تعتمد على رأي المتكلم نضعها قريبة من الاسم. بالأول لازم يكون opinion رأي المتكلم. بعدين عندنا size إذا المقاس أو الحجم. age العمر. color اللون. place of origin مكان المنشأ. noun الاسم اللي ردنا نصفه. إذا لاحظ 5 صفات. نحن بالعادة نستخدم صفة صفتين 3 لو استخدمنا 4 لو استخدمنا 5 وهكذا. إذا بالأول أبدأ opinion مثلا عندنا a beautiful girl فتاة جميلة صفة واحدة. نريد أن نقول فتاة شابة جميلة. لا نقول a young beautiful girl لأن عندنا young شابة خلاص هاي مو رأي المتكلم. إذا هذا حقيقة لكن رأي المتكلم هي beautiful. إذا دائما لاحظ الأقرب يكون ليس رأي المتكلم يعني أقرب للصفة قصد. عندنا black أيضا ليست رأي المتكلم إذا أصلها ولونها ليس له علاقة برأي المتكلم. إذا تكون قريبة على الاسم الذي أريد أصفه. إذا تصبح a beautiful young black girl. لا نقول black young beautiful girl. إذا نحاول هالترتيب هذا نحفظه. opinion size age color place of origin والاسم اللي أريد أوصفه. beautiful young black girl. أجول بعد أريد أوصف السيارة. نعرف a small car لكن أريد أن أقول سيارة صغيرة جديدة. هل أقول a new small car أو a small new car؟ إذا دائما بيكون عندنا size قبل age. لاحظين؟ إذا تصبح a small new car سيارة جديدة صغيرة. أيضا عندنا a fat white dog. هل نقول a white fat dog؟ إذا ننتبه بالأول size سمين white أبيض. إذا تصبح كل أبيض سمين. أيضا handsome handsome معناته وسيم أو جميل. A handsome French actor actor ممثل فرنسي وسيم. تأتي الصفة بعد هذه الأفعال كلمة appear يظهر be نقصد be am is are was where. إذا تأتي الصفة بعدها become يصبح feel يشعر get يصبح look يبدو أو ينظر seem يبدو taste يتذوق. إذا بعد هذه الكلمات تأتي الصفات. ممكن أن نستعيض عن هذه الكلمات كلياتها ب am is are. مثلا it tastes nice
طعمها جميل او ديليشس اذا لذيذ. لاحظ ممكن استبدل تيست ب از ات از نايس. لاحظين اذا بعد هذه الكلمه دائما تاتي الصفه they look ugly يبدون قبيحين او يعني شكلهم قبيح. ممكن ان نستبدل look ب are they are ugly انهم قبيحين. لاحظ الكلمات poor اذا فقير rich غني blind اعمى او مكفوف old عجوز او كبير بالسن. اذا وضعنا قبل هذه الصفات the عندئذ نصف مجموعه the poor الفقراء the rich الاغنياء the blind المكفوفين the old العجزة the disabled المعاقين لكن لا نقول معاقين اصحاب الهمم the poor the rich the blind the old the disabled. ننتبه بعد هذه الصفات ننتبه عندما وضعنا ذا قبل الصفة أصبحت اسم ونعاملها معاملة الجمع يعني الفعل بعدها لازم يكون بحالة الجمع. لا نقول the poor are the rich are. لحظة ذا مثلا the rich have a lot of money لدى الأغنياء كثير من المال. لا نقول the rich has انتبه نعاملها معاملة الجمع. The disabled are strong أصحاب الهمم أقوياء. The disabled are strong لا نقول the disabled is ننتبه لهذه الملاحظة الصفة نضع قبلها the تصبح اسم يصف مجموعة من الناس عندئذ نعاملها معاملة الجمع. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن الصفات كيف أتعامل مع الصفة كيف أضعها قبل الاسم وبعض الملاحظات اللي تفيدنا بالتعبير عن الصفة باللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.